شايفين الجمال والحلاوة؟ ايه العظمة دي؟ ايه الجمال ده؟ تعالوا نشوفوا ايه الوصفة الجميلة دي اللي انا عملتها. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زيد اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل اشعارات بالفيديوهات الجديدة. النهاردة تعملي ايه بقى يا قرنفلة؟ هنعمل النهاردة ان شاء الله السجق او السجق من غير هنك باسهل طريقة، حاجة نظيفة ومن بيتك ولذيذة وجميلة جدا. تابعيني بس لغاية الاخر الفيديو عشان ما تفوتكيش اي حاجة من الوصفة. معانا دلوقتي ايه؟ نص كيلو من اللحمة، لحمة مفرومة، تمام، وهنضاعف الكمية وهتبقى الكمية كبيرة وفي منتهى الجمال. حاجة نظيفة بقى في بيتك من غير ما تشتري حاجة مش مظبوطة من برة. ودلوقتي معانا حوالي كوباية كبيرة من الفول الصويا، ده مستورد معايا، بلاه لمدة 10 دقايق، وكمان بعد ما تبل لازم اعصره كويس. ده شكله يا جماعة، ده منظره كده هو قبل ما بله، ده لمدة 10 دقايق بليته وعصرته وبقى بالمنظر ده. وعندي حوالي راس ثوم زي ما انتوا شايفين، وبصلايه كبيره مقطعاها، تمام. نيجي بقى على البهارات بتاعتنا، اهم حاجه البهارات دي اللي بتدي ريحه وطعم من الايه للصدق. عندي بهارات صدق دي بتجيبيها من عند العطار، اي عطار بقى مضمون عندك كويس بيبقى لونها بالمنظر ده. دي بهارات الصدق. وعندي هنا بصل بودر، وهنا معلقه، كل حاجه معلقه توم بودر، تمام، وهنا فلفل اسود، وكمان معلقه من الكزبره الناشفه، ومعلقه من البابريكا المدخنه، ومعلقه كبيره من الملح، وكمان من عندي انا هرش كمان عليهم كده معلقه من السكر، ده بتخلي طعم ايه الصدق طعمه جميل، تمام. وكمان عندي لون احمر، لازم اللون الاحمر ده، بحط شعرة صغيرة، حاجة صغيرة لا تذكر، ده عشان ما يبقاش يعني الصدق شكله زي الكفتة، فلازم اميزه بيبقى ليه لون معين كده، تمام. فانا احط عليهم حاجة صغيرة جدا، تمام، على طرف المعلقة كده زي ما انتوا شايفين. وكمان في معلقتين نشا، هحط معلقتين نشا. اول حاجة هبشر البصلة دي وهصفيها. قرون فلفل رومي احمر برضو بتاخديه وبتبشريها وتصفيها وتحطيها عليها، بس انا ما كانش عندي، حطيت بقى نزلت بالتوابل كلها اللي انا وريتها لكم، وكمان معلقة كبيرة من توابل الكفتة او بهارات الكفتة هنزل بيها برضو معايا زي ما انتوا ايه كده شايفين. بعد كده يا حبايب قلبي هنزل بقى ايه بالفول الصويا اللي انا بليته وكمان عصرته. كل حاجة لازم اتأكد ما فيهاش مية عشان ما ايه ما تسيبش معايا. وادي معلقتين النشا اللي انا قلت لكم عليها، ده انا بحطها ليه؟ عشان السجق ما يعملش ايه ما يكشش مني، يفضل كل صباع زي ما هو بحاله. وممكن برضو بتحطيه على البرجر بنفس الطريقة، ما بيفكش ولا بيصغر معاك، يعني ممكن يكون حجم كده لا بتكش معاكي وانت في التسوية، لا هيفضل كل صباع يعني ما شاء الله بيكبر. بعد كده يا حبايب قلبي بنزل بقى ايه بالبصلة او البصل اللي انا صفيته، وكمان براس الثوم، ضروري نكتر الثوم يا جماعة. طبعا عشان كل ده بيخلي الطعم المميز بتاع الصدق زي اللي احنا بنشتريه من برا بالظبط. انا هاخد بس الطبق عندي ايه صغير، يعني ايه بحاول اقلبه كده بشويش، لسه هفضي تاني. انا عشان ايه ما وسخش معين كتير،
زي ما انتوا شايفين. هقلبه كله كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى ايه انزل بيه في الكبة. تمام، هنزل بيه في الكبة. لازم اخليه ينعم جدا، انعمه خالص. هتشوفوا بقى لما اطحنه لازم الملمس بتاعه يبقى زي العجينة الناعمة. ودلوقتي جبت الكبة بتاعتي وبحط شوية شوية، وادي في الكبة نزلت بشوية شوية، وبتأكد انها لازم تتفرم كلها كويس يعني بالمعلقة كده، وبضغط بيها لغاية ما تتطحن خالص معايا. بصوا بقى انا طحنت نص الكمية، هفضيها قدامكم زي ما انتوا شايفين. انا عايزاها بالشكل ده، باللون ده، ما بقاش لونه يعني اوفر، فاهمين؟ يبقى حاجة بسيطة خالص. حبايب قلبي بقى، ادي الصدق حطيته، عملته حطيته في التلاجة زي ما انتوا شايفين، لازم يكون ناعم بالمنظر ده، وريحته بقى تحفة. يلا بقى ايه، هوريكم ازاي هصبعه كده معاكم. دلوقتي انا معايا يعني ازازة بيبس، تمام. قطعت الجزء اللي من قدام دوت زي ما انتم شايفين، ودهنته بالزيت وخرمته بالشكل ده، بمقص بسكينة بسخنها على النار وبخرمها بالشكل ده، عملته كأنه قمع. تمام، طبعا الواحد غسل ايديه ونضيفه والحمد لله. هناخد القمع زي ما انتوا شايفين كده اهو، كانه شكل القمع بالظبط، وهناخد حته من السجق اللي احنا عاملينه. وهنبتدي ايه نضغط عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد ايه يعني زي ما احنا عايزين، شايفين هيبقى بالشكل ده معانا. بسم الله، ده احسن فكرة انت ممكن تعمليها. هتضغطي كده وتاخدي الحجم اللي انت عايزاه. هتضغطي وتسحبي بالمنظر ده. طبعا معلقتين النشا اللي احنا حطيناهم مش هيعملوا معانا ايه، اللحمه مش هتكش معانا زي ما انتوا شايفين. شايف منظرها؟ بسم الله ما شاء الله عليها. حبيتي تحطي بقى زي ما انتوا شايفين في اطباق من الفل بالمنظر ده، تمام. طبعا انا عندي طبق صغير، ممكن انت تجيبي اطباق كبيره هتغلفيها بالمنظر ده بالستريتش اللي عندك، وتحطيه عندك في الفريزر زي ما انت تحبي ايه، وتستخدميه زي ما انت شايفه. ايه رايك في شكله؟ سجق ولا مش سجق؟ ما شاء الله ما شاء الله عليه، وعمل ما شاء الله كميه كبيره معايا ما شاء الله. هعمل بقى الكميه كلها وهرصها في الصينيه بتاعتي، بس هغلفها طبعا زي ما انتوا شايفين باي كيس، تمام. واهم حاجه طبعا القمع، كل شويه حبله بس بالزيت عشان ايه يبقى سهل معايا اني اصبعه بسرعه. هعمل بقى يا حبايب قلبي كل الكمية، حبيت احطها في الفريزر، حبيت
بحطها كده، احط كل، هعمل كل كميه زي ما انتم شايفين، وبعد كده برص عليها كمان كيس كده، تمام، هحطه فوق بعضيه بحيث يبقى سهل ان اطلعه. وهعمل لكم بقى وصفه جميله بيه. بصوا يا حبايب قلبي، احلى حبايب اخوات في الدنيا، شايفين منظر السجق عامل ازاي؟ عملت منه طبقتين، شايفين طبقه من تحت وادي الطبقه الثانيه من فوق. حبيتي يعني تحطيه زي ما هو كده وتحطي عليه تاني كيس بلاستيك وتحطيه في الديب فريزر عندك وتطلعي منه زي ما انت عايزه وتعملي حبيتي. ممكن تجمديه برضو وتطلعيه بقى وتحطيه في اكياس، تمام، لو ما عندكيش مكان يعني. وادي لو عندك اطباق برضو من الفل وحابه يعني تعملي كده على قد ما انتوا هتاكلوا في العشاء في الغدا، هتعملي برضو في نفس الطريقه. ايه رايكم بقى في المنظر بتاعه؟ ما شاء الله تبارك الله. ولا تعمليه بهانك ولا غيره، ما تضمنيش الحاجه دي معموله ازاي بره، ولا الهانك ده اصلا بتاع ايه. فانتي الريحه والطعم كله هو السجق الشرقي بتاعنا، انا ولادي بيحبوا بيموتوا فيه. فاحلى حاجه تعمليه كده بكل نظافه وكل يعني حاجه حلوه في الدنيا كده، تعملي وتاكلي الحاجه كده بنفس. يلا بقى نسمي الله ونعمل بيه وصفه حلوه، هشوفوا الوصفه الجميله دي ازاي. هجيب كده يعني ايه بصلتين، هقطعهم شرايح، تمام، حطيتهم بقى في اي طاجن عندك اي صينيه، ورشيت عليهم كده معلقه من الفلفل الاسمر وكمان معلقه من الملح، وكل ده بفركه مع بعض. وبعد كده حبايبي هنحط عليه معلقه بهارات، بهارات لحمه عندك حطيها. وبعد كده هو حطينا عليه فلفل رومي، لو حابه تحطي فلفل شطه عليه حطي ده براحتك. وبعدين حطيت معلقه من السمنه، وبعد كده بنخلط كل ده مع بعض. وعندي طماطم شرايح نزلت بيها، وكل ده حبايبي بقلبه مع بعض. بعد كده حبايبي برص السجق بتاعي، رصيته كده على الخضار. ممكن يا حبايب قلبي يعني ايه نستخدمه في المعجنات، نعمل بيه سندوتشات او معجنات، ممكن في نفس الوقت استخدمه في البيتزا. بعد كده نزلت يعني بيستخدم في حاجات كتير، ممكن بافكار كتير تعملي بيه الصدق ده. حطيته في الفرن زي ما انتم شايفين، بغطيه بقى بورق فويل او اي صينيه عندك علشان يستوى كويس. لو عجبك الفيديو بقى تنسيش تعملي لايك واشتركي الفيديو لكل اصحابك وحبايبك عشان يستفادوا بالوصفه. وانتظريني ان شاء الله فيديو جديد. واخر حاجه حبايبي بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.